اقلع مع ملاذ الزيت والكحول في شركة سكر حمص بعد توقفهما لمدة أكثر من شهر بسبب إجراء أعمال الصيانة الجزئية لتجهيزات معمل الزيت بواسطة الكوادر الفنية والهندسية في الشركة. تم إعادة إخلاع معمل الزيت والصابون بعد أن تم إجراء الصيانة المركزية للمعمل بعد انتهاء من تصنيع الموسم الماضي والبالغ 8200 طن من بذور القطن، حيث تم إجراء الصيانة بالكوادر الفنية لعمال الشركة. يتم تسويق هذه المادة إلى المؤسسة السورية للتجارة بالإضافة إلى المؤسسة الاجتماعية العسكرية بالإضافة إلى الصالة المركزية للشركة. عاد معمل الزيت والصابون للعمل مقوم حاليا بتصنيع بذور القطن بعد توفر كمية حوالي 2350. ينتج عن هذه الكمية حوالي 8 طن من زيت المكرر الصافي، يضاف إلى ذلك حوالي 40 طن من مادة الكسبية العلفية، زائد 3 طن من مادة الصابون الشعبي. بالنسبة لمادة الزيت نقوم بتوريد هذه المادة إلى المؤسسة السورية للتجارة. أما بالنسبة لمادة الكسبي فيتم استجارها من قبل المؤسسة العامة للإعلاف وبالسعر المدعوم. تم الإقلاع بإنتاج كحول طبي بطاقة إنتاجية 11 طن باليوم وطن و200 كيلو كحول صناعي. يتم تعبئة الكحول الطبي بعبوات مختلفة الأحجام لتر و10 لتر و250 ميلي و100 ميلي. نقوم بتزويدها إلى الشركة الطبية تاميكو والمشافي والصيدليات. أما الكحول الصناعي فيستخدم في صناعة الدهانات ويتم تزويده أيضا للنفط، مؤسسات النفط من أجل التبريد.